Now, can he take them on? That's gone out for a goal kick. اقسم بالله كفته حالا. كفته بس ولا مشكل يا عم؟ اقعد، ده انا جايب اربع كور في العارضه. والله العظيم انت محظوظ. ايوه بالظبط، وكمان دراعي بايظ. ماشيه معاك مره من نفسك. الحكم قابض. ايه الرغي ده؟ حجج كل يوم حجج. طب تعالى بقى يا لذيذ وانا هقطعك. ما تتعصبش يا عم. انا مش متعصب. كل مؤشراتك الحيوية بتقول ان انت متعصب. مش متعصب. اوكي، انت لعيب وانا محظوظ. انت بتاخدني على قد عقلي يعني ولا ايه؟ طبعا، ما انتوا تلاقيكوا اجهزة مظبطينها مع بعض. تلاقي البلاي ستيشن ده اساسا قريبك. فعلا، المذر بورد اللي جوه البلاي ستيشن تبقى اخت المذر بورد اللي عندي. لا والله، ده انت على كده البلاي ستيشن يبقى خالتك بقى. ده مين اللي قالك الكلام ده يا ابني؟ ده مش كلام، ده قلش. عرف علمني القلش. حلو ولا قلش؟ لا قلش بس حلو. ما تكترش منه بقى عشان ما اقفش عليك. ووحيات مذر بوردك يا لذيذ لا كسبك. انت بتلعب بالبرازيل وانا بلعب بالصومال وبكسبك برضه. لا، ما هو انا بقى هشوف لك طريقه وهكسبك النهارده. اوكي، عندي حل. هجيب لك ساره تلعبها ولا هتكسبك؟ لا ده انت كده عارف اعلمك تزيد بقى مش تقلش. الشوط الثاني بدا. انا هشجعك تكسبني. يا رب تكسبني يا جو. يلا يا جو، يلا يا جو. عالمستفز. يلا يا جو، يلا يا جو. حظك. استنى. يلا يا جو. الو. يلا يا جو. ايوه ماما. فاكر يا يوسف لما نسيت الشطافة مفتوحة ونزلت ورحت شغلك؟ لا مش فاكر يا ماما. ليه؟ يومها ما كانش في حد في البيت عشان سارة مراتك كانت نزلت تشتري فستان جديد تحضر بيه خطوبة كريم صاحبك على فريدة الغريبة دي اللي بيحبها. يا ماما افتكرت. ايه بقى؟ ايه بقى ازاي؟ يومها البيت كان هيغرق والعفش كله هيبوظ واحنا اللي لحقناه الحمد لله. انت نسيت ولا ايه؟ الحمد لله. ايه بقى الحكمة من القصة دي؟ مين اللي ساعدك يومها بقى في الشقة وقفل الشطافة ونشف الحمام ولحق البيت كله نشفه ومسحه وكنسه ونظفه ولحق السجاجيد ونشفها وطلعها البلكونات؟ نسيت ولا ايه؟ نبوية؟ ومين بقى اللي بعتلك نبوية؟ مين؟ انتي. اسمها انتي برضو؟ حضرتك. يا رب نوصل بقى لنهاية الفيلم ده والنبي. يعني عايزة اقولك زي ما بعتلك نبوية وانقذتك عايزك تبعتلي اللي اسمها ترومبا اللي عندك دي عشان تساعدني في البيت لان نبوية نزلت البلد. يا ستي ابوس ايدك تبقي تطلبي اللي انتي عايزاه على طول. ايه لازمة اللف ده؟